أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري أن على اقتصادات الدول الكبرى أن تساهم بشكل أكبر في مواجهة التغير المناخي. وشدد كيري خلال كلمته في المنتدى على ضرورة اتخاذ القرارات المهمة لتلافي آثار مواجهة التغيرات المناخية. الدول العشرين أكبر الاقتصاديات التي يجب عليها أن تقوم بالتحرك لكي تقوم بإنجاح هذه العملية، وهذا يعني أننا في حاجة إلى مساعدة الدول الأخرى لكي تقوم بعملية الانتقال أيضا، بالرغم من أنها أكثر أهمية لتلك الدول العشرين لكي تقوم بهذا الانتقال بشكل أسرع، لأن العلماء قالوا لنا في 2018 أن جميع السادة في كل المسؤولين أنتم لديكم جميعا 12 عاما علينا أن نقوم باتخاذ القرارات الهامة لكي نقوم بتلافي الآثار التي سوف تنجم عنها هذه التغيرات المناخية.